السلام عليكم، أخوكم حسين أحمد وفيديو جديد. بداية خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه ألف الصلاة والسلام. فيديو اليوم راح يكون الحلقة الخامسة من برنامج فيبرز وذ بي أوكي. طبعا أعرف منقطع عن البرنامج صار لي فترة كلش طويلة بسبب أنه الأوضاع اللي بنمر بها حاليا، يوم أكو شغل ويوم لا، فاعذروني وبس إن شاء الله راجع وإن شاء الله عندي ضيوف وهواية دازي لي فيديوهات، فراح نستمر على جدولنا نبقى على كل يوم أحد ضيف. ضيفنا اليوم طبعا ضيف مميز بالنسبة لي، هو سبارك ريفيو، صاحب قناة على اليوتيوب يقدم بث تقريبا يخص الجوسات وموضوع الجوسات وتقييم الجوسات. طبعا أنا أحب التقييم مالته، فخلينا نتعرف عليه أكثر وخلينا نشوف الأسئلة. خليكم معايا. سبارك حبيبي، طبعا اول شيء اشكرك هواي هواي لانه لبيت الدعوه. عرفني بنفسك، اسمك وعمرك وسالك ايش قد تبيب. السلام عليكم، شلون حسوني؟ حاب اشكرك على الاستضافه الحلوه وحاب اشكر كل المتابعين. اسمي احمد، عمري 25 سنه. شوفي دخلت مجال الريف، صار لي تقريبا 5 سنين. زين حمودي، شنو جوسك المفضل وش تفضل، فواكه او معجنات؟ ما عندي جوس مفضل للامانه، لانه شغل الفيب يعتمد على التيست، لازم تجرب كل انواع الجوسات، فما عندي جوس مفضل بصراحه. شوف للامانه الجوسات المعجنات او الفواكه كل واحد له مو له وقته، يعني تعرف عندنا الصيف الجو حار فيحتاج انه يكون جوسات الفواكه والايس بالصيف، واكيد بالشتاء الناس تتغرب المعجنات اكثر، فكل وقت الى جوس معين يعني. شنو اكثر كويل تستعمله وشنو المقاومات اللي تحبها؟ اكثر كويل استعمله الهيليوم، احب الكويل الهيليوم. شوف حسين، المقاومات ماكو شيء معين، ولكن 0.13 0.14 اكثر شيء استعمله. شنو اول جهاز وتانك ابتديت بيهم؟ حسين، اول جهاز التانك استعملته كان من شركتي، اسمه جهاز جاستفري. الجهاز كان اول بداية سبع قطع مسوينه مال كاس العالم، وانا كنت اول ناس من الوطن العربي اللي جتني اول قطعة لي. هذا الجهاز كنت تشوفه قدامك، جهاز كلش حلو، التانك ماله قوة والمرسوم عليه الكأس العالم، فأول جهاز تانك. شنو أكثر مود تفضله وما تقدر تستغني عنه؟ أحيانا ما عندي مود معين، ولكن الأيام العادية اللي أستعمل 80 واط فريماكس، جهاز جيم، جهاز حلو عملي يعني أديها واضح. زين حمودي، ليش انشئت قناة على اليوتيوب وشنو حاب تنصح للي حاب انه عنده فكرة ينشئ قناة على اليوتيوب في موضوع الفيبينج؟ انا بداياتي كانت على انستغرام اشتغل تصوير اعلانات الفيب، حولت على او انشئت القناة اليوتيوب بعد ما اكتسبت خبرة قوية بالفيب، وحبيت اشارك للناس الجديدين بالفيب وهم الناس تستفاد بعد. زين حمودي، شنو تفضل، ميكانيكال مود لو ريجوليتد لو فولتج؟ بالنسبة لي انا افضل الميكانيكال. الميكانيكال يعني جهاز قوي بالاداء، قوي بالكيفر، قوي بالهيت مالته، فاحب الميكانيكال. شنو اكثر شيء تكرهه في عالم الفيب؟ واحد اكرهه بالفيب اللي هي انه يصير عندك ليك بالحلق، وبعد ما نقدر تستطعم اي نكهه من الجوسات، هذا الشيء الوحيد اللي اكرهه. زين، شنو أكثر شيء تحبه في عالم الفيب؟ أحب الفيب لأنه أقل غرارة بنسبة 99% من الجيجاير والقيلة، فهذا الشيء يساعدني على التدخين العمومي. زين حمودي، شنو اللي تتمنى يصير في عالم الفيب؟ وطبعاً أشكرك هواي هواي لأنه لبيت الدعوة، وصراحة شرفتني أنت وكل متابعينك، أشكرك هواي هواي. أتمنى أنه يكون مجتمع الفيب عندنا بالعراق يكون متفهم وواعي، ويكون محافظ على ثقافة الفيب
بصورة عامة. تعرف إن عندنا ناس حوالي من البيت من ضغط الصحة وفتشي، فهذا الشيء كله خاطئ، مفهوم خاطئ. يعني قبل ما تدخل عالم البيت إنه تقرأ وتعرف وتتوقع إنه شنو البيت، شنو مكونات البيت، هذا الشيء سهل. واللي هنا أحب أشكرك مرة ثانية، وأحب أشكر استضافتك، وتحياتي لكم. كان يا أصدقائي حبايب، لهنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. انتظروني بحلقات أخرى كل يوم أحد الساعة 9 بالليل، أو على حسب المونتاج، أو على حسب يعني المزاج تقريبا نقول. أشكركم على المتابعة. أخوكم حسين أحمد، في أمان الله.